جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا مما يرى صاحب هذه الرسالة بناء القبور من الداخل ومن الخارج، ويسأل هل هذا حرام، ويرجو منكم إثبات الموضوع بالأدلة يحفظكم الله. هناك فرق بين بناء القبور والبناء على القبور. أما بناء القبور فيجوز عند الحاجة، إذا كانت الأرضية لا تتماسك وتنهار فلا مانع أن تبنى جوانب القبر ويوضع الميت بداخلها ويسوى عليه التراب، هذا لا مانع منه من أجل الحاجة. وأما البناء على القبور بعد دفنها فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا اتخذت مساجد صلى فيها ويدعى عندها رجاء الإجابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. قد لعن صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون المساجد على القبور، قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، لأن الناس إذا رأوا هذا البناء على هذا القبر، ولا سيما إذا كان مزوقا بالأصباغ والألوان والكتابات، فإن هذا يغرر بالعوام والجهال، ويظنون أن هذا القبر له شأن، وأنه يستجاب عنده الدعاء، وأنه يتبرك به. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. والمشرف هو المرتفع، ومعنى سويته أي سويته بالأرض وأزلت ما عليه من بناء وارتفاع، كل ذلك من أجل المحافظة على عقيدة التوحيد ومنع الغلو في الأموات، لأن هذا يؤدي إلى الشرك وعبادة الموتى من دون الله، كما هو الواقع عند القبور التي بني عليها بنايات قباب أو